مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقدره 2.4 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 880,457 سهما بقيمة إجمالية قدرها 233,958 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 35 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 68% من القيمة الإجمالية للأسهم.